خارجي وشيء داخل تجويف الرحم. فأنا بتكلم على الألياف اللي جوه تجويف الرحم هي اللي تعمل غزارة. فإحنا ندور عن أسباب، ندور على الألياف، ندور على اختلاف في الهرمونات، هرمون الحليب والغدة الدرقية. الموضوع سهل علاجه يا دكتور ولا بياخد وقت؟ سهل جدا، اللي هو زي ما قلنا إذا ما لقينا سبب معين أو ما لقينا، كيف أقول لك، ما في سبب قابل للعلاج، معناته إحنا ممكن نسيطر على موضوع غزارة الدورة دي بإحدى طريقتين. الطريقة البسيطة والأبسط والأسهل اللي هي تركب لولب هرموني. اللولب الهرموني يعمل في هرمون بروجسترون، وإذا متذكرين في أول قلنا إنه عندهم استروجين بس ما عندهم بروجسترون، فإحنا بنعطيهم بروجسترون. البروجسترون على المدى البعيد ينحف الجدار، فيبدأ يعمل ترقيق للجدار وبالتالي يخف دم الدورة الشهرية، بس طبعا ده ياخذ وقت شوية قبل ما يشتغل. اللي أنا كنت حابب أتكلم عليه اليوم اللي هي عملية إزالة التجويف الداخلي للرحم، نعمل حاجة اسمها endometrial resection، يعني بندخل بعملية منظار ونزيل التجويف الداخلي للرحم. وبرضه سوري على التشبيهات لكن هي لتقريب الصورة، أنا أقول لهم زي تقوير الكوسة. الكوسة لما إحنا نقورها، لأنه بعض الناس لما نتكلم عن العملية هذه يتوقعوا إحنا بنتكلم عن عملية الكحت اللي هي الدي إن سي، اللي هي عملية الكورتاج. إحنا ما بنتكلم على الكورتاج ولا بنتكلم على الدي إن سي، ما بنتكلم على الداخلية البسيطة، لا إحنا بنتكلم على إزالة الطبقة الداخلية كلها حقت الرحم. يعني زمان يا أميرة لما الواحدة يكون عندها دورة غزيرة وما لها، ودوروا في كذا علاج وكذا ومش راضي يزبط عندهم، كانوا يشيلوا لهم الرحم. الآن ما نحتاج نشيل الرحم، لأنه ليش نشيل الرحم؟ الرحم أول شيء إزالته عملية ميجر، تعتبر عملية كبيرة، وجنبه فيه حوالب وجنبه فيه أعضاء تانية، فالرزق حق إزالة الرحم كبير. غير أنا الارتباط عايزة أقول لك إنك العاطفي، عمال تتكلم وأنا أعصابي باظت. سوري أنا سوري ماليش في الدم، مع إني والله يا دكتور، بس يعني الدم والحاجات دي بقعد لا أتخيل بقى. خلاص، احنا الدم تبعنا ابيض وأنت ما مش شاء الله احمر. عليك بدقة، يعني طيب سوري، المعلومة بتوصل لك. لا لا عادي عادي اتفضل. طيب فازاله الرحم غير انها عمليه ميجر، في ارتباط عاطفي ما بين السيده والرحم عندها. يمكن انتم تفهموا ده الشيء اكثر مننا احنا الرجال، لكن احنا نعرف من الدراسات انه في ارتباط عاطفي بين السيده والرحم. فازاله الرحم للسيده متعبها وعامل لها ومسوي لها، انك تشيلي منها الرحم، وما بتكلم على المبايض، ما بتكلم، هو احنا بنتكلم على الرحم بس. حتى ازاله الرحم صعب على السيده، فاحنا ما نضطر، طبعا طبعا فالتجويف الداخلي حق الرحم اللي هو زي ما قلت لك عمليه الريسكشن، يعني الطبقه اللي تطلع الدم، بندخل بعمليه منظار. فايش ميزه هذه العمليه؟ اول شيء هي عمليه منظار، يعني ما في قطع ولا شك في الجسم. اثنين، جراحه يوم واحد، يعني المريضه بتدخل في الصباح بنعمل لها العمليه في الظهر وبتخرج في الليل. ثلاثة، يعني ما تحتاج تنام في المستشفى. ثلاثة، الإفكت حقها أو المفعول حقها سريع جدا، يعني سيبك من كم يوم دم ينزل عليها بعد العملية، بس بعد كده خلال أيام الدم كله ينزل تماما، الدورة الشهرية اللي بعدها خلاص تقريبا ما في دم. فأنت بتتكلمي على خلال شهر أو خلال أسابيع الدم إما يتوقف تماما أو ينزل بنسبة 95% إلى 98%. وطبعا هذا مش معناته أنت أثرتي على المبايض والهرمونات حقتها، لا، هرموناتها شغالة ومبايضها شغالة، وموضوع نقص الاستروجين بسبب إزالة المبيض ما يتعرضوا له، يعني الهبات الحرارة والتعرق والمود المو كويس هذا ما لنا علاقة فيه، المبايض موجودة، لكن العضو اللي يخرج الدم اللي هو الرحم، ومش العضو، لا، الطبقة الداخلية للعضو اللي ينزل الدم هو ده اللي احنا بنشيله. فهي عملية جدا فعالة وبتعطي نتائج جدا كويسة. هل دي تأثر على الخصوبة أو على الحمل بأي شكل من الأشكال؟ طبعا طبعا هذه اللي يسووها معناته هذول مش ناويين يخلفوا مرة ثانية. طبعا هي في أها نفس الوقت احنا خلاص نقول بقى. لهم اي، بس احنا نقول لهم هذه مش مانع حمل، يعني مثلا لنفرض واحدة يعني ما تبي تخلف وشالتها عملت العمليه خلاص دي، بقى. يفترض، لا يفترض انها تاخذ نوع من انواع الموانع برضو، لانه ممكن تحمل. لكن العكس صحيح، يعني واحده صغيره في السن وعايزه تعمل العمليه دي نقول لها انتبهي، لو عملت العمليه دي المفروض مش طبعا هتحملي طبعا ثاني. ايوه فهمت. طيب في موضوع تاني ممكن ننتقل اليه بعد الموضوع ده، اللي هو بتاع الحمل بعد سن 40. الموضوع ده شائك جدا.
فقول لنا ايه رأيك، وايه التقنيات الجديدة، وايه احدث حاجة، لانه طبعا الموضوع ده بيهم ناس كتير جدا. انت كده كده المخرج خرج عن النص كده، ليه؟ غيرنا المحاور. مش مشكله، احنا ترى يا جماعه احنا ترى مش بنحضر للمواضيع، بس احنا ها انت معايا؟ الو، سوري. الو، رجع الصوت. اها الو، رجع الصوت معاك. اي احنا ها بنحاول سامعني؟ نرنن عشان بس انا يعني بشوف معايا النت اخوي عندي، النت عندي اي شغال انا عادي سامع. يعني. اها ايوه انا واضح الصوت عندي كمان صح؟ اوكي، حضرتك سامعني كويس؟ هو انت صورتك هي اللي بتروح. طيب اديني ثانية اخرج وارجع ثاني. ها طيب اوكي، لازم نفتح الكومنتات أعتقد الأول عشان أقدر أخد الدكتور. دكتور حضرتك موجود؟ دكتور شوف، ايوه انا على فكره انت عارف انا براجع الكونفرسيشن بيننا، فلقيت الموضوع ده احنا اجلنا اللايف التاني مش ده، لانه انت كتبت لي النقاط اللي هي اللي احنا اتفقنا في الاخر، لان احنا يا جماعه ناقشنا هنتكلم في كذا موضوع، وبعدين قلنا خلاص هنأجل حاجات للايف وكذا، فانا كده فعلا عرفت ان انا خرجت عن النص. خلينا نخش في الموضوع التاني، نقفل الكومنتات الأول. بعد إذنكم يا جماعة هنقفل الكومنتات عشان نتكلم عن المواضيع دي، وبعد كده هنرجع نستقبل أسئلة لو في وقت إن شاء الله. طيب يا دكتور، نخش في الموضوع التاني اللي هو بتاع حقن البلازما. حقن تبع البلازما في المبايض. المبيض بالظبط لتقوية المبايض. الموضوع ده جديد أصلاً، يعني العنوان نفسه في ناس ما تسمعش عنه أي حاجة، يعني حاجة زي تقنية جديدة أو كذا، لأن طبعا غير تخصصي فأنا مش ملمة، فحضرتك نورنا يعني. طيب الله يسلم. طيب انا طبعا لاحظت اليوم انا بتكلم لاول مره في حياتي بشويش، حسيت انه لما اتكلم بالعاده اتكلم بسرعه وفي ناس تقول كلامك سريع، فانا حاولت المره دي اتكلم بشويش. اذا حسيتيني بشويش قولي لي عشان ارجع لطبيعتي واتكلم لا والله بسرعه. انا حاسه انك عادي، يعني على فكره انا بحس ان انا بتكلم بسرعه برضه، بس انا حاسه انك ايوه عادي خالص، عمري ما حسيت بتكلم بسرعه. تعالي نشوف مين اسرع عشان كان سريع جدا في الكلام. طيب حقن البلازما، اتفضل. طبعا حقن البلازما يا جماعه البلازما مش شيء جديد. طبعا حقن او سوري حقن البلازما مش شيء جديد، بيستخدموه عده تخصصات طبيه. يعني مثلا في العظام بيستخدموه للناس اللي عندهم، انا مش بتفلسف على دكاتره العظام، انا بقول على الحاجه اللي انا اعرفها يعني بس. ف بيستخدموها بعض دكاتره العظام للناس اللي عندهم خشونه في المفاصل، واحد محتاج تغيير مفصل لحاجه تعطي له يعني حل مؤقت مش حل جذري، يعني واحد محتاج تغيير مفصل، لو حقنوا له بلازما في عند المفصل ممكن تعمل تنشيط للخلايا الموجوده ويمكن تاخر له موضوع العمليه. حلو. بيستخدموها، وانا باي ذا واي انا عندي حادث قديم في رجلي ولي فترة يعني تجيني آلام من فترة للتانية، يعني هذا شيء شخصي بس ما عندي مانع أشاركه مع الناس. تجيني أها آلام بسيطة في رجلي من فترة للتانية، وكل ما أروح للدكاترة شو هو يقولوا لي شكلك هتحتاج عملية، فأنا أهرب وأروح أحقن إيش بلازما، يحقنون لي بلازما في المفصل فأجلس مرتاح سنة، بعد سنة أرجع تاني أنا أول أعتذر مرة على فكرة يقولوا أعرف لي الموضوع ده، أول أبدا. مرة أعرفه نهائيا يعني. طبعا مش يعني بلازما أي الواحد، آلام ممكن تتعالج بيها ولا آلام محددة؟ لا اول شيء عشان لا اكون انا بتكلم في مجال غير مجالي، لا ما اقدر احدد، انا بس بتكلم على استخدام البي ار بي. وطبعا هو بس ما بيحقنوا بلازما، بيحقنوا بلازما مع حاجه اسمها هيالورونيك اسيد وحاجات ثانيه، بس يعني انا اللي اقصده من الفقره دي عشان ما اخرج